إذن بعد أن عرفنا في المحور الأول أو بعد أن وقفنا في المحور الأول على تعريف القانون وقلنا أنه هو مجموع القواعد القانونية التي تضبط أو تحكم علاقات الأشخاص داخل المجتمع، فنتعرض في المحور الثاني إلى تقسيمات القانون أو تقسيمات القاعدة القانونية. أولا يقصد بالقاعدة القانونية هي عبارة عن خطاب موجه للأشخاص بصفة الأمر أو النهي، ويتضمن طبعا جزاء، بمعنى أنه القاعدة القانونية أو القواعد القانونية هي الوحدات التي يتكون منها القانون أو العناصر التي يتكون منها القانون، فمجموع القواعد القانونية نسميها القانون. وهذه القواعد القانونية قلت أنها تأتي بصيغة الأمر، يعني أنها تتضمن إما أمر، يعني أمر يعني الأمر بفعل بإتيان فعل معين، أو تتضمن نهي، يعني أنها تنهى عن القيام بعمل معين. فالقاعدة القانونية لا تتضمن أبدا نصيحة. لماذا؟ لأن النصيحة طبعا يترك للشخص الذي توجه إليه النصيحة، يترك له أو تترك له حرية الأخذ بها أم لا. أما القاعدة القانونية فلا تتضمن هذا الأمر، بمعنى أنها لا تتضمن أبدا نصيحة، إنما هي تأمر بالقيام بفعل معين وإن لم يأته الشخص يعاقب، يعني يجازى. وإما أن تنهى عن إتيان فعل معين فإذا أتاه الشخص فيجازى أو يعاقب. وهذا ما يفسر لماذا القاعدة القانونية كما رأينا أنه من بين خصائصها أنها دائما مقرونة بجزاء، سواء جزاء جنائي، جزاء مدني، جزاء إداري، لكن في كل الأحوال أن القاعدة القانونية تكون دائما مقرونة بجزاء، وهذا ما يضمن لها إلزاميتها. بالنسبة لي طبعا هذه القواعد القانونية أو القانون بصفة عامة تأتيه عدة تقسيمات، يعني يقسم بعدة أشكال، لكن التقسيمين الرئيسيين اللذين يعتمدان عليهما هو تقسيمات القانون من حيث طبيعة العلاقة التي ينظمها، وتقسيمات القانون أو القاعدة القانونية من حيث درجة الإلزامية. بالنسبة للفصل الأول سوف نحاول أن نعرض إلى تقسيمات القانون من حيث طبيعة العلاقة التي ينظمها. يقسم القانون من حيث طبيعة العلاقة التي ينظمها إلى قانون عام وقانون خاص. يقصد بالقانون العام هي القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تكون فيها الدولة طرفاً باعتبارها صاحبة سلطة أو سيادة. بمعنى آخر أن القانون العام هو مجموع القواعد التي تضبط العلاقات التي تدخل فيها الدولة، يعني تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة سلطة أو صاحبة سيادة. بمعنى أن الدولة في بعض الأحيان تدخل في علاقات قانونية مع الأشخاص وكأنها شخص عادي، لكن في بعض الأحيان تدخل في هذه العلاقات لكن تكون فيها طرفا باعتبارها صاحبة سلطة أو صاحبة سيادة.
وتكون متى تكون صاحبة سلطة؟ تكون صاحبة سلطة لما تدخل في علاقات داخلية مع أشخاص آخرين، يعني في علاقات داخل الدولة في حد ذاتها، وتكون تدخل في هذه العلاقات الآن باعتبارها صاحبة سيادة لما يتعلق الأمر بالعلاقات الخارجية التي تقيمها الدولة مع سواء مع الدول الأخرى أو مع أشخاص القانون المجتمع الدولي. وعلى هذا الأساس يقسم القانون العام إلى القانون العام الخارجي أو ما يسمى بالقانون الدولي العام والقانون العام الداخلي. بالنسبة للقانون العام الخارجي أو القانون الدولي العام فهو عبارة عن القواعد أو مجموع القواعد التي تحكم العلاقات بين الدولة وأحد أشخاص المجتمع الدولي. أشخاص المجتمع الدولي هي في الغالب هي الدول الأخرى أو المنظمات الدولية أو المنظمات الجهوية أو المنظمات الإقليمية، لكن أساساً هذه العلاقات التي تدخل فيها الدولة بأحد أشخاص قلت المجتمع الدولي تكون إما بين دولة ودولة أخرى أو دولة ودول أخرى. وهذه العلاقات أو هذه القواعد القانونية التي تحكم هذا النوع من العلاقات بين الدولة والدول الأخرى، هذه القواعد يعني تحكم هذه العلاقات إما في زمن السلم أو في زمن الحرب. شو مثلا في زمن في زمن السلم مثلا القواعد التي تنظم التبادل الدبلوماسي بين الدول، يعني العلاقات في زمن السلم، أو في زمن الحرب كذلك هذه القواعد تنظم هذه العلاقات. حتى قلت في زمن الحرب مثلا الامتناع أو الامتناع عن مثلا التصدي للمدنيين أثناء الحرب، لأنه الحرب هي أصلا حرب قائمة بين جيشين، وبالتالي قواعد القانون الدولي تمنع التصدي للمدنيين، أو مثلا منع استعمال بعض الأسلحة حتى زمن الحرب كالأسلحة النووية أو الأسلحة بعض الأسلحة التي تنص الاتفاقيات الدولية على التزام الدول على عدم استعمالها حتى في زمن الحرب. هذه العلاقات قلت الخارجية التي يمكن أن تقيمها الدولة، فتقيمها إما مع دولة أو دول أخرى، أو تقيمها أيضا مع منظمات دولية أو جهوية أو إقليمية. فهذه القواعد هي التي تنظم العلاقات التي تقوم بين دولة ومنظمات مثلا دولية من حيث حقوق والتزامات هذه الدول اتجاه هذه المنظمات، فتنظم كيفية مثلا الانضمام أو الانخراط لهذه المنظمة، ما هي الالتزامات التي تقع على الدولة بعد أن تنضم لهذه المنظمات الدولية، وما هي الحقوق التي بالمقابل، ما هي الحقوق التي تستفيد منها من وراء يعني من وراء انضمامها أو انخراطها في هذه المنظمات. إذن فالقانون العام الخارجي قلت نعود هو القواعد التي تحكم العلاقات بين الدولة وأحد أشخاص المجتمع الدولي اللي هي أصلا دول أخرى في زمن الحرب أو في زمن السلم، وكذلك كذلك القواعد التي تحكم علاقة الدولة مع المنظمات الدولية، مع المنظمات أو يعني مع المنظمات الدولية أو ما يسمى بأشخاص القانون العام، أشخاص القانون أو أشخاص المجتمع الدولي. هذا بالنسبة للقواعد، قواعد القانون الدولي
العام أو القانون العام الخارجي. في المطلب الثاني نتناول القانون العام الداخلي. إذن القانون العام الداخلي فيتمثل في القواعد التي تضبط العلاقات بين أشخاص القانون العام فيما بينها أو في مواجهة الأشخاص الأخرى والتي تظهر فيها الدولة صاحبة السلطة. يجب أن نتفق أولاً ما هي أشخاص القانون العام على المستوى الداخلي. أشخاص القانون العام على المستوى الداخلي حددها المشرع في 4 أشخاص، وهي الدولة، الولاية، البلدية أو مؤسسة إدارية، يعني مرفق عمومي. الدولة باعتبارها كيان قانوني، الولاية، البلدية أو مؤسسة إدارية يعني مرفق عمومي. في هذه العلاقات أو في هذا النوع من العلاقات التي تضبط هذه أو يعني قواعد بالنسبة لهذه القواعد التي تضبط هذه العلاقات، وحتى نكون أمام قانون عام داخلي يجب أن تتصرف فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، قلت يجب أن تتصرف فيها باعتبارها صاحبة السلطة، باعتبارها صاحبة السلطة. فإذا كانت الدولة تتعامل على المستوى الخارجي باعتبارها صاحبة سيادة، دير من بين أركان قيام الدولة هي هو نجد ركن سيادة، وبالتالي تظهر أمام الدول الأخرى أو أمام المنظمات الدولية الأخرى تتعامل باعتبارها صاحبة سيادة، بمعنى لا تقبل أن تؤمر بأي شيء، يعني لا تقبل الدولة مثلا أن يتم التدخل في سياستها الداخلية إلى آخره. فهي يعني تتعامل مع الأشخاص الآخرين، أشخاص المجتمع الدولي، باعتبارها صاحبة سيادة. أما على المستوى الداخلي فحتى نكون أمام قواعد القانون العام الداخلي فيجب أن تظهر الدولة في العلاقات التي ممكن أن تدخل فيها مع أشخاص آخرين، يجب أن تظهر وكأنها صاحبة سلطة. الآن ماذا يقصد بصاحبة السلطة؟ احنا نعرف أنه أشخاص القانون العام في 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 العموم والدولة بالخصوص هي تعبر عن المصالح المشتركة أو تمثل المصالح العليا في الدولة، وبالتالي أو من البديهي أن الدولة يجب أن تتمتع بسلطات لا يتمتع بها الأشخاص الآخرين، بمعنى أنها تتمتع بامتيازات لا يستطيع أو لا يمكن أن يتمتع بها الأشخاص الآخرين. شوف مثلا الدولة لما تفرض ضرائب أو رسوم فإنها تدخل في علاقات مع الأشخاص باعتبارها صاحبة السلطة، بمعنى آخر أنه الشخص العادي لا يستطيع أن يفرض على شخص آخر أن يعني أن يفرض عليه ضرائب ولا أن يفرض عليه رسوم، لكن الدولة تستطيع. الدولة تستطيع، الدولة مثلا تستطيع أو الإدارة تستطيع مثلا أن تنزع الملكية للمنفعة العامة. شخص لا يستطيع أن يرغم شخص آخر أن يتنازل له عن ملكية مثلا عقار دون رضاه، لكن الدولة باعتبارها قلت تمثل المصالح العليا وتهدف إلى يعني إلى تحقيق النفع العام، فتستطيع أن تأتي هذا العمل. هذا هو المقصود بصاحبة السلطة، يعني أن الدولة تتعامل مع الأشخاص الآخرين ليس باعتبارها يعني شخص عادي، تسمح لنفسها بأن تأتي أو يسمح لها القانون بأن تأتي أفعال أو تصرفات لا يستطيع أن يأتيها الشخص
العادي. خذ مثال آخر مثلا في العقود الإدارية، تستطيع الدولة أن تعدل من الـ 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 من يعني من مضمون العقود الإدارية، أما شخص فلا يستطيع ذلك، يعني أنه العقد شريعة المتعاقدين يقضي بأنه الشخص إذا قبل بشروط معينة في العقد فلا يستطيع بعد ذلك أن يغيرها أو أن يبدلها، لكن الإدارة أو الدولة تستطيع باعتبارها ماذا؟ باعتبارها صاحبة سلطة داخليا. القانون العام الداخلي يتفرع إلى عدة فروع عديدة، أهمها سوف نقتصر على أهم فروع القانون العام، اللي هو القانون الدستوري، القانون الإداري، والقوانين المالية. القانون الدستوري، وهذه المسألة راح نرجع لها بعد لما نتكلم على المصادر القاعدة القانونية، لكن يجب أن نعرف منذ الآن أن القانون الدستوري، أو ما هو القانون الدستوري. القانون الدستوري في الواقع هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة، شكل الدولة، هل هي دولة مركبة، دولة موحدة، دولة فيدرالية، كونفدرالية إلى آخره. إذن ينظم من جهة شكل الدولة، ينظم أيضا طبيعة النظام السياسي السائد في الدولة، هل هو نظام رئاسي، هل هو نظام برلماني، هل هو مزيج أو خليط بين ذلك، بين النظامين، أو هو نصف نظام نصف رئاسي إلى أو شبه رئاسي كما يقال. إذن فيحدد، قلت من جهة شكل الدولة، يحدد من جهة أخرى أو ينظم من جهة أخرى طبيعة النظام السياسي القائم في الدولة، ينظم أيضا السلطات وعملها والعلاقات التي تجمعها أو العلاقات التي تكون بينها. والسلطات طبعا المقصود منها هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، فينظم عملها وينظم أيضا العلاقات التي يمكن أن يعني أن تنشأ بين هذه السلطات، وأقصد هنا يعني العلاقات العضوية التي ممكن أن تنشأ بين هذه السلطات الثلاث. ينظم أيضا القانون الدستوري، ينظم الحقوق والحريات العامة، ينظم الحقوق والحريات العامة. من بين هذه الحقوق مثلا حرية التعبير، حرية المعتقد، حرية مثلا الانضمام أو إنشاء أحزاب سياسية، حرية أيضا إنشاء أو الانضمام إلى النقابات عمالية إلى آخره. فهذه تسمى بالحقوق أو الحريات العامة. ينظم أيضا القانون الدستوري حقوق وواجبات الأفراد تجاه الدولة، وبالمقابل حقوق وواجبات الدولة تجاه الأفراد. إذن هذا هو القانون الدستوري بشكل مختصر جدا، يعني المحاور التي ينظمها القانون الدستوري. الفرع الثاني وهو القانون الإداري، والقانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة بموظفيها، أو هو ما يسمى بقانون الوظيفة العمومي، تحكم العلاقات التي تنشأ بين الجهاز الإداري وموظفيه أو مستعمليه أو مستخدميه، تنظم أيضا من جهة علاقة الإدارة، السلطة التنفيذية يعني نسميها الإدارة، علاقة الإدارة بالمواطنين. الفرع الثالث وهو ما يسمى بالقوانين المالية. القوانين المالية في الواقع هي أيضا تتفرع إلى عدة يعني فروع،
لكن نقول بداهة أو مبدئيا القوانين المالية هي مجموع القواعد القانونية التي ترسم السياسة المالية للدولة، ترسم السياسة المالية للدولة. يمكن في هذا الصدد إدراج بين القوانين المالية، قانون المالية، قانون المالية مش القانون المالي، قانون المالية. وقانون المالية هو هي مجموعة القواعد القانونية التي تصدر كل سنة، تحدد ماذا؟ تحدد إيرادات الدولة وكيفية صرف هذه الإيرادات، يعني تحدد من أين تأتي الدولة بالأموال وكيف تصرف، يعني تنفقها. وهذا تشوف مثلا قانون المالية يتضمن من جهة مجموع الإيرادات التي يعني تجنيها الدولة أو تتحصل عليها الدولة، ومن جهة أخرى كيف تصرفها على مجمل القطاعات. ولهذا نشوف مثلا في كل سنة يقول لك مثلا بالنسبة لقانون الميزانية مثلا وزارة السكن هاي شحال عندها، وزارة الصحة هاي شحال عندها، وزارة التربية هاي شحال عندها، إلى آخره. إذن فالقانون المالية، قانون المالية اللي يصدر كل عام قلت هو يحدد إيرادات الدولة من جهة وكيفية صرفها على مجمل القطاعات من جهة أخرى. من بين أيضا القوانين المالية التي تصب في هذا الغاية، يعني رسم السياسة المالية للدولة، مثلا قانون الضرائب، القانون الجبائي، كل هذه الفروع قلت تساهم أو تدخل دائما ضمن ما يسمى بالقوانين المالية. ونعاود هي القوانين التي ترسم السياسة المالية للدولة. كذلك حتى شوف في بعض الأحيان حتى بعض الأحكام الخاصة مثلا بالقانون البنكي تدخل ضمن هذا الإطار، مع أنه القانون البنكي أصلا هو قانون خاص، لكن هناك أحكام متاع قانون بنكي تدخل ضمن هذا الإطار متاع رسم السياسة المالية للدولة. هذا عن القانون العام قلت التي تظهر فيه، يعني اللي هي كما قلنا مجموع العلاقات القانونية أو عفوا القواعد القانونية التي تظهر فيها أو تدخل فيها الدولة، لكن باعتبارها صاحبة سلطة. المبحث الثاني نتطرق فيه إلى القانون الخاص. القانون الخاص في الواقع هو مجموع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين الأشخاص. نتكلم على الأشخاص هنا، يعني نقصد أشخاص القانون الخاص، سواء كانت أشخاص طبيعية يعني أفراد وناس، أو أشخاص اعتبارية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص، كالشركات مثلا، سواء كانت شركات مدنية أو شركات تجارية. إذن العلاقات التي تنشأ بين هؤلاء الأشخاص أو بين هؤلاء الأشخاص والدولة، لكن ليس باعتبارها صاحبة سلطة، بمعنى أنه في بعض الأحيان الدولة لما تتدخل، يعني المقصود كل دولة يعني أشخاص القانون العام لما تتدخل في أو لما تدخل في علاقات، قلت في بعض الأحيان أنها تدخل باعتبارها صاحبة سلطة، تستفيد أو يعني كما نقول مش تستفيد، تتميز بأنه تتمتع بسلطات لا يتمتع بها الأشخاص العاديين. هذا من جهة، وبالتالي فهذا يخضع كما رأينا لقواعد القانون العام. لكن نفس هؤلاء الأشخاص، أشخاص القانون العام، في بعض الأحيان
يتدخلون ليس باعتبارهم صاحب السلطة أو أصحاب سلطة، وإنما يتدخلون كأشخاص عاديين. لما إدارة مثلا إدارة الضرائب تقتني مثلا أجهزة للعمل متاع الموظفين، أجهزة مثلا كمبيوتر أو أجهزة مثلا نسخات إلى آخره، فهذه الدول هذه العلاقات أو هذه التصرفات يمكن أن يأتيها أي شخص، صح؟ يمكن أن يأتيها أي شخص آخر. شركة تجارية تستطيع هي أيضا أن تقتني معدات، أن تقتني آلات سحب إلى آخره. وبالتالي ففي هذه الحالة الشخص المعنوي العام في هذه الحالة يدخل في هذه العلاقة ليس باعتباره صاحب السلطة، وإنما يتدخل أو يدخل كأي شخص عادي. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا دخل كشخص عادي فلا يتمتع بهذه السلطة، وبالتالي لا يخضع في الأصل للقانون العام وإنما للقانون الخاص. ولهذا نقول أن القانون الخاص هي القواعد القانونية التي تحكم العلاقات إما بين الأشخاص، يعني بين أشخاص القانون الخاص، أو بين الدولة وهؤلاء الأشخاص، لكن ليس باعتبارها صاحب السلطة، أي أن الدولة تتعامل هنا كشخص عادي. أهم فروع القانون الخاص، أهم فروعه عندنا أولا القانون المدني، وبالطبيعة الحال أنه أهم فرع للقانون الخاص هو القانون المدني، وهو الأصل، ولهذا يقال أنه الشريعة العامة، بمعنى أنه كل فروع القانون الخاص فيما بعد انبثقت من القانون المدني. فالقانون المدني هو مجموع العلاقات أو مجموع القواعد التي تنظم العلاقات المالية بين الأفراد أو بين الأشخاص. فالقانون المدني ينظم العلاقات المالية التي ممكن أن تنشأ بين الأفراد أو بين الأشخاص، فينظم مسألة البيع والإيجار والوديعة والوكالة والرهن، يعني العقود التي ممكن أن تنشأ بين الأشخاص. ينظم أيضا كيف تقوم مسؤولية الشخص تجاه الأشخاص الآخرين. القانون المدني. الفرع الثاني وهو القانون التجاري، وهذا الفرع من القانون يعني القانون التجاري في الواقع انبثق عن القانون المدني لما تبين للمشرع بأن قواعد القانون المدني لا تصلح دائما لحكم العلاقات التجارية. العلاقات التجارية من طبيعتها أنها تقوم على السرعة وعلى الائتمان، أما القانون المدني فيقوم على مبدأ التروي والمفاوضات والأخذ والرد. وبالتالي فقواعد القانون المدني قلت في بعض الأحيان رأى المشرع أنها لا تصلح لحكم العلاقات التجارية، فأتى بقواعد تتكيف مع طبيعة النشاط التجاري. خذ مثلا القانون المدني ينص على أنه مثلا في مبدأ مثلا الإثبات، في مبدأ الإثبات أو في مسألة الإثبات، القانون المدني يقضي بأنه إذا تجاوز الالتزام 100,000 دينار، يعني 10 ملايين سنتيم، فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة، حتى ولو كانت كتابة عرفية، حتى قلت ولو كانت كتابة عرفية. هذه القاعدة لا تتجاوب
في الواقع مع مقتضيات التجارة. لماذا؟ لأنه كما قلنا التجارة تقوم على مبدأ السرعة وعلى مبدأ الائتمان، وبالتالي يذهب المشرع في القانون التجاري إلى إمكانية في مسائل المعاملات التجارية يذهب إلى إمكانية إثبات التصرفات التجارية بكل الوسائل، بكل الوسائل دون حاجة إلى الكتابة، مهما بلغ مهما بلغت قيمة هذا التصرف. يعني حتى ولو كان تصرف تاع مثلا مليار فيجوز إثباته بشهادة الشهود وبالبينة إلى آخره. إذن فالقانون التجاري قلت هو مجموع القواعد القانونية التي تحكم أصلا المعاملات التجارية. فينظم القانون التجاري مثلا من هو التاجر، يعني متى يعتبر الشخص تاجر، كيف تكتسب صفة التاجر، الأدوات القانونية التي تمارس بها التجارة، بمعنى في بعض الأحيان قد يكون التاجر فرد، في بعض الأحيان قد يكون التاجر شركة تجارية. فينظم نظام الشركات التجارية من حيث أنواعها والقواعد التي تخضع لها إلى آخره. إذن فالقانون التجاري قلت هو مجموع القواعد التي تنظم العلاقات التجارية. عن القانون التجاري انبثق القانون البحري، والقانون البحري في الواقع ما هو إلا جزء أو كان جزء من القانون التجاري، وهو يعني القانون البحري هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم التجارة التي تتم عن طريق البحر، التجارة التي تتم عن طريق البحر. ففي البداية كان القانون التجاري ضمن أو فرع أو جزء من القانون التجاري، ثم في بعض في مرحلة ما رأى نفس المشرع بأنه في بعض الأحيان القواعد القانون التجاري هذه لا تتلائم مع طبيعة التجارة التي تقوم على البحر، فأفرد لهذه التجارة قواعد خاصة. وما يقال طبعا عن القانون البحري يقال أيضا على القانون الجوي. فرع آخر من فروع القانون الدولي من فروع القانون الخاص وهو القانون الدولي الخاص. القانون الدولي الخاص هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينها، يعني علاقات الأشخاص بتاع القانون الخاص فيما بينها، لما يدخل على هذه العلاقة عنصر أجنبي. عنصر أجنبي قد يتمثل هذا العنصر الأجنبي في أنه أحد طرفي العلاقة يحمل جنسية دولة أخرى، سواء مثلا تونسي مقيم في الجزائر يدخل في علاقة خاصة مع جزائري، ثم يثور نزاع. فبطبيعة الحال أو ممكن أن نتصور أنه لما يطرح النزاع مثلا أمام القاضي الجزائري ممكن التونسي هذا يتمسك بتطبيق القانون التونسي عليه. إذن في بعض قلت العنصر أو في بعض الأحيان العنصر الأجنبي يتمثل في جنسية أحد طرفي التصرف، وبالتالي في هذه الحالة واش نطبق، القانون التونسي ولا القانون الجزائري. في بعض الأحيان العنصر الذي يدخل أو العنصر الأجنبي الذي يدخل على العلاقة الدولية الخاصة يتمثل في مكان إبرام العقد، مكان إبرام العقد بما أو مكان حصول التصرف. مثلا جزائري يلتقي بجزائري آخر في تركيا، فيتفقان على أن يبيعوا مثلا يبيعوا سيارته الموجودة في الجزائر، فالمتعاقدين جزائريين
ومكان وجود محل البيع في الجزائر، لكن التصرف تم في دولة أجنبية، وبالتالي رح يطرح سؤال إذا طار النزاع بينهما فيما بعد وطرح هذا أو وصل هذا النزاع إلى القاضي الجزائري، رح يطرح الإشكال نتاع ما هو القانون واجب التطبيق. ها هو القانون الجزائري باعتبار أنه طرفين جزائريين، أم هو القانون التركي باعتبار أنه التصرف تم في تركيا. إذن قلت العنصر الأجنبي الذي يمكن أن يدخل على العلاقة على العلاقة الدولية الخاصة قد يكون عنصر جنسية أحد طرفي العلاقة، قد يكون محل حصول التصرف، وقد يكون أيضا محل تنفيذ هذا التصرف. لو تصورنا مثلا أنه جزائري مقيم هنا أو جزائريين مقيمين في الجزائر، ويقوم أحد الطرفين ببيع شيء للطرف الثاني، ويكون هذا الشيء مثلا موجود في دولة أجنبية، فطرفا العلاقة جزائريين و يعني محل إبرام التصرف في الجزائر، لكن محل تنفيذه راح يكون في الخارج. وبالتالي هنا قال عنصر أجنبي دخل على هذه العلاقة، يتمثل في ماذا؟ يتمثل في أن في يعني في مكان تنفيذ هذا التصرف أو هذا العقد، مش راح ينفذ هنا في الجزائر، وإنما راح ينفذ في دولة 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 أخرى. إذن هذه القواعد القانون الدولي الخاص هي القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص القانون الخاص، والتي يدخل فيها أو يدخل عليها عنصر أجنبي كما رأينا، يتمثل إما في الجنسية بجنسية أحد الطرفين، أو في محل حصول التصرف، أو في محل تنفيذ هذا التصرف. لكن يجب في هذا المقام أن نذكر ملاحظتين حول هذا المصطلح متاع القانون الدولي الخاص. الملاحظة الأولى هي أنه جرت العادة على تسمية هذا الفرع، هذا الفرع تسميته القانون الدولي الخاص. في الواقع هناك ثلاث ملاحظات، مش ملاحظتين فقط، ثلاث ملاحظات. أنه لما نتكلم على القانون الدولي الخاص أو نتصور أن هذا القانون دولي، بمعنى موجود قانون واحد يحكم كل الدول كما هو الحال بالنسبة لقواعد القانون الدولي العام، والواقع أن الأمر ليس كذلك، وبالتالي حتى مصطلح هذا متاع القانون الدولي فيه نوع من اللبس. لماذا؟ لأن كل دولة لها قواعد قانون دولي خاص بها. الجزائر عندها قواعد متاع القانون الدولي الخاص، وتونس عندها قواعد متاع القانون الدولي الخاص، وأي دولة أخرى عندها قواعد متاع القانون الدولي الخاص. فالقانون الدولي، لما نقول قانون دولي مش معناه أنه قانون موحد يسري على كافة الدول، فكل الدول لها قانون دولي خاص بها. لهذا في بعض الأحيان ينشأ ما يسمى بنزاع حول تطبيق القانون، لما تتعارض القواعد القانونية تاع دولتين مثلا في تنظيم مسألة معينة، راح يطرح نزاع فيما يخص ما هو القانون الواجب التطبيق. القانون، إذن هذه الملاحظة الأولى، في القانون الدولي ليس قانون دولي بمعنى أنه فيه قانون موحد يسري على الكافة، يعني على كافة الدول، وإنما سمي هكذا بالقانون الدولي الخاص، يعني سمي هكذا للدلالة فقط على أنه عنصر أجنبي قد دخل على هذه يعني هذه العلاقة الخاصة. الملاحظة الثانية أنه الدول تختلف فيما يخص
تنظيم القانون الدولي الخاص أو قواعد تنظيم القانون الدولي الخاص تختلف الدول بين من ينظم هذه القواعد في مدونة مستقلة، يعني سميها هكذا القانون الدولي الخاص، في مدونة مستقلة كما القانون البحري أو القانون التجاري أو القانون المدني، وهناك دول من بينها الجزائر التي تنظم القواعد القانون الدولي الخاص تنظمها في القانون المدني. يعني احنا عندنا في الجزائر لا توجد مدونة لا توجد مدونة خاصة بقواعد القانون الدولي الخاص، وإنما المشرع اختار أن يدمجها ضمن القانون المدني. الملاحظة الثالثة هي أن هذه القواعد تاع القانون الدولي الخاص ما يميزها أنها ليست قواعد موضوعية، بمعنى آخر أنها ليست قواعد تحل أصل النزاع، يعني تحل النزاع في موضوعه أو في مضمونه، وإنما فقط هذه القواعد قواعد القانون الدولي ما يميزها أنها وظيفتها إن صح التعبير أنها تحيل القاضي إلى تحيل القاضي إلى القانون الواجب التطبيق. يعني لما يحصل تنازع في تطبيق القانون من حيث المكان، هذا هو المسألة، لما يحصل تنازع في تطبيق القانون من حيث المكان، بمعنى أنه في بعض الأحيان أنه طرفاء النزاع كل واحد يتمسك بقانون معين، فتأتي قواعد القانون الدولي الخاص وتضع حد للنزاع ليس في أصله، يعني ليس في مضمونه أو في محتواه أو في موضوع النزاع، وإنما تضع حد أو تفصل في القانون الواجب التطبيق، يعني يا قاضي ما هو القانون الذي يجب أن تطبقه. شوف نعطي مثال بسيط، إذا طرح النزاع مثلا في تصرف قام به أجنبي مع جزائري، قام بتصرف هذا الأجنبي قام بتصرف مع جزائري هنا في الجزائر، نفرض مثلا أن القانون الجزائري يقول بأن سن الرشد مثلا 19 سنة، قانون الشخص الآخر يقول مثلا بأن سن الأهلية يعني سن الرشد يكون أقل أو أكثر من 19 سنة، فهنا القانون الجزائري القانون الدولي الخاص، يعني قواعد القانون الدولي الخاص كما أورادها المشرع في القانون المدني تنص على أنه بالنسبة لمسائل الأهلية يلجأ إلى قانون الأطراف، بمعنى إذا طرح النزاع بالنسبة لهذا الأجنبي هل هو أهل للقيام بهذا التصرف أم لا حسب قانونه، فيجب أن يلجأ إلى قانونه للتأكد من أن هذا التصرف صحيح ولا لا. ولهذا في بعض الأحيان القانون الدولي الخاص أو قواعد القانون الدولي الخاص ممكن أن تحيل القاضي إلى تطبيق القانون الأجنبي، لما طبعا هذا القانون الأجنبي لا يتعارض مع النظام العام والأداب العامة في الجزائر. هذه أهم فروع القانون الخاص، ممكن إضافة مثلا قانون الأسرة باعتباره فرع من فروع القانون الخاص، وهذا القانون أو قانون الأسرة ينظم مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ عن القرابة. ولو أنه عندنا في الجزائر قانون الأسرة الجزائري بالنسبة لنا يعني بالنسبة للمصطلح ليس قانون أسرة، وإنما هو قانون للأحوال الشخصية. لماذا؟ لأنه قانون الأسرة في الواقع هو القانون الذي ينظم العلاقات التي تنشأ عن عقد زواج، العقد زواج بمعنى ينظم انعقاد الزواج، انحلاله،
ثم الآثار التي تترتب عليه، سواء آثار مباشرة بتخص الزوجين و يعني الأولاد اللي ينجو من هذا الزواج إلى آخره، أو العلاقات غير المباشرة كالميراث فيما بعد إلى آخره. لكن احنا عندنا قانون الأسرة صدر في 1984 أوسع في الواقع من هذا، فهو ينظم كل المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، يعني إلى جانب هذه المسائل متاع العلاقات التي تنشأ عن عقد زواج، ينظم أيضا مسائل الأهلية ومسائل النيابة الشرعية، ينظم أيضا عقد الهبة، ينظم الوصية. وبالتالي فقانون الأسرة عندنا، قانون الأسرة عندنا في الواقع هو قانون الأحوال الشخصية. إذن فروع متاع قانون عام، فروع متاع قانون خاص. يجب نلاحظ أولا بعد أن قسمنا هكذا القانون إلى يعني القانون الداخلي إلى عام وخاص، ورأينا أهم فروع القانون العام وأهم فروع القانون الخاص، يجب أن نلاحظ أولا أن هناك فروع من القانون تكون مختلطة، بمعنى أنها تجمع في طياتها أحكام من القانون العام الداخلي وأخرى من القانون الخاص. ولهذا كان بعض الفقه من يرد هذه الفروع إلى أنها قواعد، أنها فروع متاع القانون العام الداخلي، وهناك من يردها أو يصنفها في أنها فروع متاع قانون خاص. طبعا هؤلاء يحاولون أن يتأكدوا أو أن يقفوا على الطبيعة الغالبة، الطبيعة الغالبة في هذه القواعد، هل هي قانون، هل هي قواعد متاع قانون عام فيصنفوها مع فروع القانون العام، هل الصفة الغالبة هي تاع فروع تاع يعني الأحكام تاع القانون الخاص فيصنفوها مع القانون الخاص. لكن هناك فريق ثالث من الفقه، واعتقد انه الفريق يعني الرأي الأرجح، هو من يفرد لها تقسيم يعني خاص، يقول لك انها ليست، لا هي فروع تاع قانون عام ولا هي فروع، يعني لا هي فروع تاع قانون عام بصفة مطلقة ولا هي فروع تاع قانون خاص بصفة مطلقة، وإنما هي في الواقع فروع مختلطة. وأهم هذين الفرعين اللي طار حولهما النزاع حول تكييفهما، هما يتبعان فروع القانون العام أم فروع القانون الخاص، هو من جهة القانون الجنائي، ومن جهة ثانية قانون الإجراءات المدنية، عفوا هناك خطأ، فقط قانون الإجراءات المدنية والإدارية. القانون الجنائي، القانون الجنائي في الواقع يتفرع من جهة أو يتفرع بدوره إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. يقصد بقانون العقوبات مجموعة القواعد القانونية التي ينظم فيها المشرع، ينظم ماذا؟ ينظم الجريمة، نظرية الجريمة. في الواقع أن قانون العقوبات يتضمن قسمين، قسم الأول وهو ينظم أركان الجريمة بصفة عامة، يعني أركان أي جريمة بصفة مجردة، أركانها الركن المادي والركن الشرعي والركن المعنوي. ثم في القسم الثاني وهو ما يسمى بالقسم الخاص لقانون العقوبات، ينظم أو ينص فيه أو يتكلم فيه على الجرائم، يعني ما هي الأفعال التي يعتبرها المشرع جريمة، ينص يعني جريمة بعد أخرى، ينص فيها على
على الأفعال التي يعتبر فيه يعتبرها المشرع جريمة، ثم من بالمقابل يقدر لها العقوبة. ما هي العقوبة المقابلة؟ قال جريمة القتل مثلا، هاي العقوبة بتاعها، جريمة السرقة هاي العقوبة بتاعها، إلى آخره. فقانون العقوبات، طبعا قانون العقوبات يتضمن من جهة أحكام ممكن نقول أنها تتعلق بقانون خاص، وأحكام أخرى يمكن أن نضفي عليها صفة الطابع العام. كيف؟ الجريمة لما تقع في الغالب، الجريمة لما تقع فإنها تلحق ضرر لشخص أو أشخاص معينين، وبالتالي فمن هذا الجانب هي قواعد خاصة. لما يعتدى على حق شخص آخر بفعل يجرمه المشرع، فطبعا هذه الجريمة رايحة تلحق أضرار بالنسبة للضحية، فكنت من هذا الجانب فهي علاقة خاصة. لكن في نفس الوقت لما تقع جريمة فإنها تلحق أضرار جماعية، بمعنى أنه لما تحصل مثلا جريمة سرقة فالضحية راح تلحق أضرار، صح؟ لكن أيضا أطراف المجتمع أو أفراد المجتمع حتى الذين لم يعتدى على حقهم مباشرة راح تلحقهم أضرار، بحيث أن الناس يصبحون لا يشعرون بالأمان، صح؟ وفي هذا من هذا الجانب فهي قواعد تقترب إلى كونها قواعد تاع قانون عام، تاع قانون عام. إذن فقانون العقوبات كذلك قانون الإجراءات الجزائية نفس المسألة تطرح بالنسبة له. قانون الإجراءات الجزائية وهو مجموع القواعد التي تنظم كيفية التحري على الجرائم، وكيفية متابعة المتهمين، وكيفية إصدار الأحكام في المادة الجزائية، كيفية الطعن فيها، إلى آخره. فهذه القانون الإجراءات الجزائية قلت شق منه يتعلق ب يتعلق بعلاقات خاصة. شوف مثلا في قانون الإجراءات الجزائية هناك مثلا بعض الجرائم لا تستطيع النيابة أن تحرك فيها الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى، هذا الحكم في الواقع أنه يتعلق بشق خاص من العلاقة. شو مثلا نعطي مثال، الجرائم السرقة التي تحصل بين الفروع والأصول، المشرع في الأصل كقاعدة عامة أنه المشرع في الأصل يسمح أو يلزم النيابة العامة بمجرد أن يصلها نبأ أو خبر وقوع جريمة أن تحرك الدعوة العمومية، هذا هو الأصل. أن النيابة العامة بمجرد أن تصلها أن يصلها خبر وقوع جريمة لاجب أن تحرك الدعوة العمومية. لكن إذا كان الأمر يتعلق بسرقة حصلت بين الأصول والفروع، فالنيابة العامة لا تستطيع أن تبادر بأي إجراء ما لم يتقدم الضحية بماذا؟ بشكوى. لماذا؟ لأنه المشرع في هذه الحالة يرى بأنه ممكن أن هذه الحادثة يمكن أن تحل كما نقول داخل الأسرة دون أن يسمع بها الأطراف الخارجيين، فيشل يد النيابة العامة في مسألة تحريك الدعوة العمومية إلى حين تلقيها شكوى. إذن ف
فقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية عفوا الذي يشكل في آخر المطاف القانون الجنائي يحمل في طياته أحكام تاع قانون عام وأحكام تاع قانون خاص. الفرع الثاني الذي يتمد يعني يشكل هذه الميزة نتاع أنه يتكون من فروع أو عفوا من أحكام تتعلق بالعلاقات خاصة وأحكام أخرى تتعلق يعني موضوع نتاع القانون العام هي قانون إجراءات القانونية وعفوا قانون إجراءات المدنية والإدارية. فقانون الإجراءات المدنية والإدارية هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية سير الدعوة يعني الدعوة المدنية أو الإدارية منذ البداية إلى النهاية. فينظم مثلا كيفية رفع الدعوة، كيف ترفع الدعوة، ينظم المواعيد متاع التبليغ ومواعيد متاع الرد، ينظم كيفية مثلا الطعن في الأحكام والإجراء والقرارات التي تصدر عن الجهات القضائية. فهذا قانون الإجراءات قانون إجراءات المدنية والإدارية قلت يحمل في طياته أحكام تاع قانون خاص. لماذا؟ لأنه الدعوة راح تكون بين شخصين، وبالتالي فهي يعني تخضع لأحكام القانون الخاص. لكن في نفس الوقت وبصورة يعني مباشرة أو غير مباشرة، فتنظيم إجراءات التقاضي تخص أيضا القانون العام، باعتبار أنه بصفة غير مباشرة لما المشرع يتكلم على 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 كيفية سيرورة الدعوة المدنية أو الإدارية، فإنه ينظم بصورة غير مباشرة، ينظم أيضا مرفق القضاء، ينظم مرفق القضاء. فلما يقول مثلا بأنه الطعن في الأحكام يجب أن تكون أمام المجالس القضائية، ثم الطعن بالنقد أمام المحاكم عفوا أمام المحكمة العليا، فهو أيضا ينظم مرفق عمومي اللي هو القضاء، وهذه أحكام تخص طبعا القانون العام. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية تتمثل في أهمية التمييز الآن بين القانون العام والقانون الخاص. احنا دائما في القانون لما نتكلم على التمييز، ففي الواقع أننا لا نميز من أجل التمييز، وإنما نميز لأن هذا التمييز راح تترتب عليه آثار قانونية. فلما نقول أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، فسؤال يطرح: ما هي الآثار التي تترتب على هذا التمييز؟ هناك في الواقع أثرين. الأثر الأول يتعلق بالقانون الواجب التطبيق. احنا شفنا من قبل أن القانون العام هو أو القانون العام على الأقل الداخلي هو مجموعة القواعد التي تكون فيها الدولة طرف باعتبارها صاحبة سلطة، وبالتالي لما يرفع أمام القاضي نزاع فيجب أن يعرف أولا ما هو القانون الذي يجب أن يطبقه، بمعنى هل هو القانون العام أم القانون الخاص. فراح يشوف هل الدولة أو شخص القانون العام هنا يتعامل باعتباره صاحب سلطة ولا لا. فإذا كان يتعامل باعتباره صاحب سلطة فرح يخضع القانون العام، أما إذا شاف بأنه يعني يتصرف أو يدخل في علاقة باعتباره شخص عادي فهيطبق عليه القانون الخاص. إذن أهمية التمييز تظهر أولا في البحث عن القانون الواجب التطبيق. الأثر الثاني وهو داير أهم أثر
وهو الاختصاص القضائي. يجب أن نعرف أنه في الجزائر، الجزائر تأخذ بنظام ازدواجية القضاء، بمعنى لو نشوف مثلا التنظيم القضائي في الجزائر راح نلاحظ بأنه هناك جهتين قضائيتين مستقلتين، القضاء العادي والقضاء الإداري، قضاء عادي قضاء إداري. القضاء العادي يتكون من المحاكم، يعني هي المحاكم تأول درجة، ثم المجالس القضائية، ثم المحكمة العليا. بالموازاة أو بالمقابل هناك ما يسمى بالقضاء الإداري، ويتكون من المحاكم الإدارية ومجلس مجلس الدولة. مبدئيا القضاء الإداري، يقولنا المشرع في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، القضاء الإداري يختص بماذا؟ يختص بالمنازعات التي تكون فيها الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة إدارية، يعني مرفق إداري يكون طرف فيه. إذا كان طرفا في النزاع، سواء كان هو المدعي أو مدعى عليه، إذا كانت الولاية الدولة أو الولاية أو البلدية أو مرفق عمومي إذا كان طرفا في النزاع، فإن الاختصاص يؤول أو ينعقد للقضاء الإداري دون غيره. وبالتالي إذا رفعت دعوة ويكون فيها أحد هؤلاء الأشخاص متاع القانون العام، هي نعاود البلدية الدولة الولاية البلدية المؤسسة الإدارية، يعني المرفق العمومي، إذا كان أحد أطراف النزاع يتمثل في أحد هذه الأشخاص الأربعة، فيؤول الاختصاص حصريا للقضاء الإداري. وبالتالي إذا رفع أمام القضاء العادي، راح القاضي العادي راح يحكم بعدم الاختصاص. ولهذا يجب أن نعرف أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، وبين العلاقات، يعني طبيعة العلاقات التي تنشأ بين هذين أو بين طرفي النزاع.